حكومات اليوم في جميع أنحاء العالم تحاول أن تتطلع إلى ما هو الدور وما هي التغييرات التي يجب أن تقوم بها لكي تلعب دورها كحكومات فعالة. والعالم الذي نعيش فيه من خلال الثورة الرقمية التي تمكننا اليوم من القيام بالعديد مما نقوم به بشكل أفضل وبشكل أسرع بشكل أكثر فعالية بشكل أكثر أمانا بشكل أكثر رفاهية، هذه الثورة الرقمية هي اليوم المحرك الأساسي لهذه التغييرات. لذلك شاركتنا مع القمة العالمية للحكومات وهي تحاول أن تستشرف المستقبل هي شراكة أساسية لنا، هي ميزة وقيمة لنا كشركة تعمل في هذا المجال، في مجال التواصل بين البشر، في مجال التطبيقات الرقمية الجديدة. كشركة هي منصة لهذه التحولات التي نراها اليوم، الحكومات الذكية، المدن الذكية، التطبيقات الذكية. لذلك هناك مغزى ومعنى لهذه الشراكة أن تكون. وهذه الشراكة ليست جديدة، كان لنا الشرف منذ البداية منذ 3 أعوام بأن نكون الشريك الأساسي لهذه القمة. هذه القمة التي في البداية كان يمكن أن يقال عنها بأنها ربما تتوجه أكثر إلى حكومة دولة الإمارات، ثم في عامها الثاني سريعا انتقلت لتصبح منصة إقليمية، وهي اليوم في العام الثالث تصبح منصة عالمية للحكومات. وهذا لا يأتي كموضع استغراب حينما نرى ماذا فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة في العقود الأخيرة فقط، وحينما استطاعت بنجاح أن تصبح نقطة استقطاب في خلال التاريخ، في البداية للبضائع، بعد ذلك للبشر، بعد ذلك لرأس المال والاستثمار، بعد ذلك لنوعية الحياة وللمعرفة. ليس من المستغرب أن نرى أيضا الدولة تصبح شيئا فشيئا نقطة استقطاب لهذه التدفقات الرقمية أو التغييرات الرقمية أو ما يسمى بالفلك الذكي الذي يؤول إليه العالم اليوم. ويكفي أن نستشهد بأن نأخذ شعار هذه القمة: استشراف المستقبل. ويمكن أيضا بأن نأخذ ذلك دليلا آخر إن احتجنا إلى التواصل الذي نراه كشركة مع هذه القمة، مع هذه المنصة، لأنه لا يخفى على أحد بأن دو وهي شركة حديثة العمر، عمرها 10 أعوام فقط، وهي شركة حديثة في مجال شركات الاتصالات، كان منذ البداية كانت نظرتنا إلى المستقبل وكان شعارنا وتحيا بها الحياة، تأكيدا بأن هذه التطبيقات وبأن عالم التواصل بين البشر مع ما سيمكنه من إمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي، التطبيقات الرقمية الجديدة، ستحدث نقلة ليس فقط كمية كما يراها البعض، ولكن أيضا
نقلة نوعية في حياة البشر، أفراد، جماعات، شركات، حكومات، بل دول وأمم. نحن نريد أن نكون جزء من هذا المشوار، جزء من هذا الطموح. نريد أن نلعب دورنا بعزم ولكن بتواضع أيضا، جاعلين دائما الإنسان في قلب كل معادلة نقوم بها في أعمالنا. شارك في حوار القمة العالمية للحكومات، استشراف حكومات المستقبل.